السلام عليكم. إذا سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة نظيره الفرنسي. نتعرف الفيديو على توقيت المباراة إن شاء الله والقنوات الناقلة للمباراة، حيث يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مواجهة منتخب فرنسا خلال هذا الشهر، وذلك تأهبا للاستحقاقات المقبلة. ويلاقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي على أرضية القاعة الريالية بمدينة لافال. توقيت مباراة المغرب ضد فرنسا، المباراة تنطلق على الساعة 8 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والعاشرة بتوقيت السعودي والمصري. المباراة تلعب 5 نوفمبر 2024. ومن المنتظر نقل مباراة المغرب ضد فرنسا على قناة ليكيب الفرنسية وأيضا على قناة الريالية المغربية. لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة.